أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال: اللهم على رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. أخبرني محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا المسعودي عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم قال سفيان: فسألت عبد الله بن أبي بكر فقال: سمعته من عباد بن تميم يحدث عن أبي أن عبد الله بن زيد الذي أري النداء قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي، فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. قال أبو عبد الرحمن: هذا غلط من ابن عيينة، وعبد الله بن زيد الذي أري النداء هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وهذا عبد الله بن زيد بن عاصم. أخبرنا إسحاق بن منصور ومحمد بن المثنى عن عبد الرحمن عن سفيان عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال: أرسلني فلان إلى ابن عباس أسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، فقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متضرعا متواضعا متبذلا، فلم يخطب نحو خطبتكم هذه، فصلى ركعتين. أخبرنا قتيبة قال: حدثنا عبد العزيز عن عمارة بن غزية عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خميصة سوداء. أخبرنا محمد بن عبيد بن محمد قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال: سألت ابن عباس عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء فقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا، فجلس على المنبر فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيدين. أخبرني عمرو بن عثمان قال: حدثنا الوليد عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم أن عمه حدثه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي، فحول رداءه وحول للناس ظهره ودعا، ثم صلى ركعتين فقرأ فجهر. أخبرنا قتيبة عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وصلى ركعتين وقلب رداءه. أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يقول: سمعت عبد الله بن زيد يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. أخبرنا هشام بن عبد الملك أبو تقي الحمصي قال: حدثنا بقية عن شعيب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء استقبل القبلة وقلب الرداء ورفع يديه.
أخبرني شعيب بن يوسف عن يحيى بن سعيد القطان عن سعيد عن قتادة عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن يزيد بن عبد الله عن عمير مولى آبي اللحم عن آبي اللحم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت يستسقي وهو مقنع بكفيه يدعو. أخبرنا عيسى بن حماد قال: حدثنا الليث عن سعيد وهو المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: بين نحن في المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فقام رجل فقال: يا رسول الله، تقطعت السبل وهلكت الأموال وأجدب البلاد، فادعوا الله أن يسقينا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حذاء وجهه فقال: اللهم اسقنا. فوالله ما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر حتى أوسعنا مطرا وأمطرنا ذلك اليوم إلى الجمعة الأخرى. فقام رجل لا أدري هو الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: استسق لنا أم لا؟ فقال: يا رسول الله، انقطعت السبل وهلكت الأموال من كثرة الماء، فادعوا الله أن يمسك عنا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا، ولكن على الجبال ومنابت الشجر. قال: والله ما هو إلا أن تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك تمزق السحاب حتى ما نرى منه شيئا. أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثني أبو هشام المغيرة بن سلمة قال: حدثني وهيب قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اسقنا. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر قال: سمعت عبيد الله بن عمر وهو العمري عن ثابت عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقام إليه الناس فصاحوا فقال: يا نبي الله، قحطت المطر وهلكت البهائم، فادعوا الله أن يسقينا. قال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال: وإيم الله، ما نرى في السماء خزعة من سحاب. قال: فأنشأت سحابة فانتشرت، ثم إنها أمطرت، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى وانصرف الناس، فلم تزل تمطر إلى يوم الجمعة الأخرى. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، صاحوا إليه فقالوا: يا نبي الله، تهدمت البيوت وتقطعت السبل، فادعوا الله أن يحبسها عنا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فتقشعت عن المدينة فجعلت تمطر حولها، وما تمطر بالمدينة قطرة، فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل. أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: حدثنا شريك بن عبد الله عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحابة ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. فطلعت سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت وأمطرت. قال أنس: ولا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله،
صلى الله وسلم عليه هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها عنا. رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: سألت أنسا أهو الرجل الأول؟ قال: لا. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه: وأنا أسمع عن ابن وهب عن ابن أبي ذئب ويونس عن ابن شهاب. قال: أخبرني عباد بن تميم أنه سمع عمه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي، فحول إلى الناس ظهره يدعو الله ويستقبل القبلة، وحول رداءه ثم صلى ركعتين. قال ابن أبي ذئب في الحديث وقرأ فيهما. أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى عن أبي بكر بن محمد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فصلى ركعتين واستقبل القبلة. أخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال: أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن الاستسقاء، فقال ابن عباس: ما منعه أن يسألني؟ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيدين، ولم يخطب خطبتكم هذه. أخبرنا محمد بن رافع قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فاستسقى فصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمطر قال: اللهم اجعله صيبا نافعا. أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو قال: أنبأنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون الكوكب وبالكوكب. أخبرنا قتيبة قال: حدثنا سفيان عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن يزيد بن خالد الجهني قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألم تسمعوا ماذا قال ربكم الليلة؟ قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح طائفة منهم بها كافرين يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، فأما من آمن بي وحمدني على سقياي فذاك الذي آمن بي وكفر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك الذي كفر بي وآمن بالكوكب. أخبرنا عبد الجبار بن العلاء عن سفيان عن عمرو عن عتاب بن حنين عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أمسك الله عز وجل المطر عن عباده 5 سنين ثم أرسله لأصبحت طائفة من الناس كافرين يقولون سقينا بنوء المجدح. أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا حميد عن أنس قال: قحط المطر عاما فقام بعض المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة فقال: يا رسول الله، قحط المطر وأجدبت الأرض وهلك المال. قال: فرفع يديه
وما نرى في السماء سحابة، فمد يديه حتى رأيت بياض إبطيه يستسقي الله عز وجل. قال: فما صلينا الجمعة حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله، فدامت جمعة، فلما كانت الجمعة التي تليها قالوا: يا رسول الله، تهدمت البيوت واحتبس الركبان. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرعة بلالة ابن آدم وقال بيديه: اللهم حوالينا ولا علينا، فتكشطت عن المدينة. أخبرنا محمود بن خالد قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: أنبأنا أبو عمرو الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك قال: أصاب الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة، فقام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه: وما نرى في السماء قزعة، والذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار سحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحاذر على لحيته، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت حتى صارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي، ولم يجئ أحد من ناحية إلا أخبر بالجود.